انت بقى اللي جبته لنفسك، انت اتكلمنا على 122 وكانت اول بطوله بالنسبه لك، يعني المشكله دي بتقابل نجوم كتير في حاجه، ان هو بيوصل ان هو يبقى بطل الفيلم او نجم الفيلم، وبعد كده الترند بيبقى ان كل الابطال يبقوا مع بعض في عمل واحد. لا فبيبقى بالنسبه له يعني هو انا كده برجع لورا ولا ده عادي؟ لا طبعا هو مش، لا طبعا هي ملهاش كده خالص، والا كنت انا عملت كده من ساعه ولد وبنت. يعني انا كان حظي حلو ان انا بدات اصلا كنت بطل فيلم ولد وبنت سنه 2009 2010 مظبوط. فلو انا كنت فاكر ده اللي في دماغي عمري ما كنت اعمل كل الحاجات التانية دي. بس بالعكس انا بالنسبه لي البطل هو المشروع. وارد ان يبقى في موضوع زي يوم 13 او زي 122 انت البطل الرئيسي، فتمام اوكي هتعمل لي كده. لكن لو ولاد رزق 3 اتعمل طبعا هعمله. طبعا يعني يعني عمري ما هقول ان انا خلاص، ده بيبقى كانه يعني مش كانه هو بطوله في حد ذاته مع كل النجوم دول. ولو فكرت في كل المسلسلات انا عملتها كانت معظمها بالعرض، ما كانش فيه دايما المسلسل بتاع البطل الواحد ده. يعني من اول سجن النساء لحد جراند اوتيل، هذا المساء، اهو ده اللي صار، كل دول مسلسلات بالعرض. والسوتس نفس الحكايه. اخر حاجه هتلاقي دايما، لان المسلسل بتاع رمضان 30 حلقه ده مش هينفع افضل اجري ورا واحد بس مهما كانت موهبته. يعني لازم افضل اعرف حكايته هو بالظبط. لازم يبقى يعني المسلسل بالعرض فيه على الاقل 5-6 ابطال انت بتحب تشوفيهم بيعملوا حاجه كبيره. دي دايما اختياراتي في المسلسلات. عندك حق. السينما برضو نفس الحكايه، لما بلاقي مشروع كبير وفي يعني ممثلين كتار اكيد هعمله طبعا، بيبقى ساعتها المشروع هو البطل. وفي نفس الوقت لما بيجي لك مشروع بيبقى هو اللي بيحكم. لكن عمري ما هسيب مثلا مشروع مهم بطوله جماعيه علشان انا عايز اعمل فيلم لوحدي. لا عمري ما هعمل كده. مش ذكاء فني. أيوه ابدا بالزبط. المكان الرائع اللي احنا فيه تحت سفح الاهرامات ومنير. أيوة عنوان الليله دي حدوته. أيوة محمد. أيوة منير. أيوة بالنسبه لك ايه؟ انا يعني منير بالنسبه لي يعني حاجه خاصه جدا جدا. كنت يعني لسه كان في فيديو مطلوب مني اعمله هيعرضوه في الحفله، وافتكرت وقت ما كان بيعمل بروفات في الاوبرا في الجراج بتاع الاوبرا. واللي يعني اللي كان فاكر الفتره دي هو ما كانش في حفلات بتعمل غير في الحته دي. وكان بالزبط. تقريبا منير لما يبقى عنده حفله، وكان دايما بيبقى في وقت زي كده، دايما يبقى عندك امتحانات مثلا في الكليه او اللي هو المتر، بسيب كل حاجه والحفله منير. دي لازم تبقى موجوده. وحشني جدا حفلات منير، وحشني جدا لما كانت الناس تقعد تقول الكبير كبير يا محمد يا منير، وهو يقعد يقول انا تقول ايوه طبعا طبعا الكبير كبير يا محمد منير. ده كان يعني بيهد كده الاوبرا، وكان دايما يقول انا جمهوري محترم ما يعملش مشاكل، لان كان المكان ده كله بيتقفل. لا الاعداد بتبقى مهوله. لو واحد بس عمل مشكله. أيوة الدنيا تبوظ. لا فانا منير بالنسبه لي يعني بدا الموضوع معايا ان انا بقيت اسمع، كنت بسمع احمد منيب وقت المدرسه وكده، وبعدين بدا هو اللي يوديني لمنير. ومنير كان في الفتره دي يعني لا مؤثر فيه بشكل كبير قوي. فوحشني جدا جدا النهارده احضر له حفله. احمد داوود ومحمد منير انتوا ليكوا حاجه مشتركه ما تنساهاش. إيه؟ برضو ايه هي؟ يعني اكيد في اعمال انت شاركت في حاجه مع محمد منير. والله لا يا ريت نفسي. لا انا عملت له اعلان. اعلان ايوه عملت له اعلان، وانا كنت بس انا كنت بشتغل لاين بروديوسر، كنت بعمل اعلانات. وكان الاعلان بتاع منير كان لاحدى شركه الاتصالات، وكان واتبسطت بيه جدا لانه كان زي فيلم قصير كده كان اخراج علي. وكان مطلوب مني ان انا اجيب كاست ان منير في 3 مراحل، يعني طفل محمد منير. أيوة. شاب محمد منير، اكبر شويه، ومحمد منير الحقيقي. فاتبسطت جدا بالشغل على الاعلان ده، وكنت بعمله من قلبي يعني. لكن دلوقتي مالكش نفس بقى ان يبقى في اي، مش عارفه اقول لك العمل الفني ممكن يكون اطاره ايه، لكن اي حاجه طبعا يعني مع منير. والله طبعا انا اي حاجه هبقى موجود طبعا بكل حب، لان منير بقول لك انا عندي موقف معاه. واحنا في الفتره دي كنت معزوم في فرح ناس صحابنا وهو كان معزوم، واقول عارفه ان قد ايه انا بحبه. فاول ما شافته قوي راحت ماسكاني من ايدي. قالت لي بص اجمل. قالت لي امسك نفسك.